يعني من هذا المشوار الطويل مع يعني منوعات في عالم الموسيقى، حضرتك تطلع منه بإيه برضو، يعني كنوع من أنواع مش عايزة أقول الوصاية، عايزة أقول العبرة لشباب الموسيقيين، يعني من البداية ممكن يجربوا أكتر من حاجة، هذه التجارب كلها في النهاية بتصب في خبرة ما. طبعا يعني هو مش أي حد، يعني أنا بفضل التخصص. لو أنا تخصصت في آلة معينة وحبيتها جدا وبقيت محترف جدا فيها كافي جدا، لكن لناس تانية ممكن يبقى عندها إمكانية أكتر شوية، أو عندها عايزة تعمل حاجة تانية أكتر، أو عندها الإمكانية زي أنا عندي، كان عندي الصوت، مش أي حد عنده صوت ينفع أوبرالي، فبالتالي الصوت ساعدني. وفي سر ممكن أقوله لك، إن هو أنا لما رحت جنيف عشان أدرس الدراسات العليا في الفاجوت 3 سنين، أنا كنت حابب قوي أكمل أقعد في جنيف زي زمايلي اللي خدوا منح 7 سنين، ما عادوش 3 سنين، أنا خدت الدكتوراه أو يعني ما يعادل الدكتوراه في 3 سنين، مش كافي بالنسبة لي. قلت عشان أقعد في جنيف أعمل إيه؟ رحت مقدم علشان أدرس غنى، يعني كان برضو كان حبا إن أنا أكمل، مش واخد كفايتي في أوروبا، عايز أخد أكتر المعلومات، عايز أستفاد أكتر من الخبرات. فقعدت درست غنى بجانب عزفي كعازف فاجوت. فلما أنا يعني عملت مستوى كويس في الغنى الأوبرالي، كانوا محتاجين لصوتي، بالصدفة خدتني إن أنا أخش الأوبرا وأعمل أوديشن وياخدوني كمغني سوليست في أوبرا لبنفينوتو تشيليني لمؤلف فرنساوي. لما دخلت على المسرح حسيت إن أنا المكان ده مكاني، المسرح، إن أنا بقى مش في الحفرة بتاعت الأوركسترا، إني أبقى فوق. والتمثيل، لأنك بتدرسي تمثيل عشان الغناء الأوبرالي، بندرس يوجا، حركة مسرحية، إضاءة، بندرس حاجات كتيرة جدا بأستفاد منها جدا. فأنا حبيت إن أنا أكمل بجانب الموسيقى إن أنا أدرس المسرح. لما درست المسرح جات بقى موضوع التأليف والقيادة، فالقيادة طبعا يعني خلتني ناتج كل هذا المشوار طبعا، لأني لما أقود أوركسترات بقدر أتعامل مع موسيقيين، لأني كنت عازف في أوركسترا. لما أقود أوبرات أنا كنت مغني أوبرا، فأقدر أتعامل مع مغني الأوبرا، دي مونتاليتي تانية خالص، مغنيين الأوبرا عن العازفين. Oh,